صباح الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي برنامج أزمة أخلاق قناة الصحة والجمال. أهلا ومرحبا بحضراتكم في كل مكان. يتجدد لقائنا معاكم النهاردة إن شاء الله في برنامج أزمة أخلاق. معانا النهاردة لقاء مهم جدا وموضوع خطير في غاية الخطورة لا يكاد يخلو منه أي بيت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحسد وما أدراك ما الحسد. أكيد كل الناس بتتشاكل وعندها مشاكل كتير بسبب الحسد، والناس تعبت من كتر الحسد. النهاردة إن شاء الله الموضوع هنناقشه في جدية مع ضيوفنا الأفاضل. معانا فضيلة الشيخ السيد البورديني، مرحبا بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا مرحبا. معانا كمان فضيلة الشيخ أيمن المصري، مرحبا شيخ أيمن. أهلا بك شيخ أحمد، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. مرحبا. النهاردة إن شاء الله موضوعنا خطير، موضوعنا هو الحسد، وكلنا عارفين إن الحاسد هو الذي يتمنى زوال نعمة المحسود. فنعرف تفاصيل أكتر من فضيلة الشيخ السيد البورديني، هيكلمنا النهاردة عن أمراض الحسد. إيه هي أمراض الحسد؟ وإيه هو الحسد؟ بيعمل إيه مع القلب؟ وهل في علاقة بين القلب والحسد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن الأمراض التي تصيب الإنسان ما أكثرها، لكن أخطر هذه الأمراض أمراض القلوب كالرياء والحسد والعجب والنفاق والحقد والغل. هذه الأمراض إن تمكنت من قلب أهلكته. هذه الأمراض حذرنا منها ربنا جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الجسد بالنسبة للأعضاء والجوارح كالملك، فالقلب بالنسبة للجوارح والأعضاء ملك الأعضاء. باستقامة هذا القلب تستقيم الجوارح وتستقيم الأعضاء، ولن يستقيم القلب إلا بسلامته من الأمراض. لذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، والحديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب السليم هو القلب التقي. التقي أي قلب ليس فيه مرض، قلب فيه خوف من الله عز وجل، قلب فيه رقابة لله عز وجل. أما النقي فهو قلب لا يفكر إلا في مرضات الله عز وجل، قلب يحب الله عز وجل ولا يساوي هذا الحب بحب أحد من البشر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إثم فيه أي لا سوء فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغي أي لا ظلم فيه، قلب لا يميل عن الحق إلى الباطل، قلب خال من الهوى. التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الغل هو الحقد، والحسد معناه تمني زوال نعمة الغير. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي قلوبنا من الحسد. يعني يا مولانا الحسد هو مرض من أمراض القلوب. تمام. يجب أن الإنسان يطهر قلبه علشان ينقي الحسد من حياته الشخصية كلها. تمام. أحسنت يا فضيلة الشيخ. معانا كمان الشيخ أيمن. مولانا الحسد إزاي يأثر على المحسود؟ ازاي انا واحد يحسدني على نعمه ربنا ادهالي، وازاي انا اتاثر، وايه علاقتي انا بالحاسد اصلا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد. آه وآه إن لم يرضى عنا الله، آه وآه إن لم يرجع الحاسد عن غضب مولاه. لا إله إلا الله. لأن الحاسد أولا يصاب بمصيبتين كما قال شيخ الإسلام. المصيبة الأولى أنه يعترض على حكم وقضاء الله. الحاسد مش عاجبه، الحاسد شايف واحد في نعمة، إذا كان أخوه المسلم، إذا كان أخوه ابن أمه وأبوه أو جاره أو صاحبه في العمل أو أي واحد عنده مصيبة مش عاجبه حاله، بيشوف أخوه المسلم في نعمة فبيتمنى زوال هذه النعمة. يبقى أول مصيبة بيصاب بيها إيه؟ إنه بيعترض على حكم وقضاء الله. لأن من الذي وزع وقسم الأرزاق؟ الله يفتح عليك. يبقى أنا اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وزع وهو اللي قسم، والله تبارك وتعالى أدرى بشؤون عباده. عارف إن أحمد ده يصلحه المال بيديله مال، عارف إن حسين يصلحه الزوجة الصالحة بيعطيله الزوجة الصالحة، عارف إن فلان بيصلحه الأولاد بيديله الأولاد، عارف إن فلان ده المال هيضره ما بيدولوش مال، صح؟ لان المال فتنة. فدي اول مصيبة للحاسد، انه بيعترض على حكم قضاء الله. تاني مصيبة ان الحاسد بعد ما بيأكل في نفسه وبيحترق قلبه وكل جوارحه، ما هو تعبان شايف اخوه المسلم في نعمة ودايما دايما بيتمنى زوال هذه النعمة. شوف بقى المصيبة التانية بعد حق ان هو بيعترض على حكم قضاء الله، المصيبة التانية ان النعمة مش هتترك اخو المسلم وهجيله. يعني بعد ما يحسده، الحسد ده ليه تعب، تعب جامد جدا. يعني الحاسد اصلا بيتعب، الحاسد بيتعب لكن اثره على المحسود قوي. انا بقول لك ان هو بيصاب بمصابتين، الاعتراض على حكم الله ثم ان النعمة مش هتترك صاحبها وهجيله. لكن شوف بقى هيترك ايه لاثر في المحسود. خلي بالك اخطر وجع واكتر الم، الم الحسد. اسال الله يا شيخ احمد ان يعافيك وان يعافينا جميعا وكل المشاهدين من الحسد. مرض فتاك، مرض عضال، يجعل صاحبه يتالم. انا بيجي لي حالات اقسم بالله انت تبكي ليه يا اخي؟ يعني انت معترض على حكم قضاء الله، ده شأنك، كفرت بأنعم الله انت، ده شأنك. لكن المصيبة ان النعمة مش هتترك اخوك المسلم وهجيلك، ما تتركه في حاله يا اخي. يعني انت لا استفدت ولا سبت غيرك يستفيد. الله يفتح عليك يا خبر. ده تعب غيره، لان اثر العين واثر الحسد قوي. يا شيخ احمد، كم من غني كان ناجح في تجارته بسبب حسد اصبح فقير وليس عنده شيء. كم واحد كان، او كم من فتى كان قويا ولكن واحد حسده اصبح هزيل وليس عنده قوه، وممكن يكون طريح الفراش، مش ممكن ده اكيد. كم واحد كان مجتهد في دراسته، واحد زميله حسده اصبح بقى مجنون. طب المحسود ده ذنبه ايه؟ انا اتحسدت، انا ذنبي ايه؟ هنرجع لحضرتك تاني فضيله الشيخ ونكمل مع حضرة الشيخ السيد البرديني. فضيلة الشيخ، الحسد في القرآن، الحسد في السنة، أكيد بما إن الحسد مرض متعلق بالقلب يبقى القرآن نبهنا عنه، السنة نبهتنا عنه، في أحاديث، في واقعات، في حاجات حصلت عند السلف، ممكن تكلمنا أكتر؟ الحسد ذمه الله عز وجل، فذكر كما قال ربنا جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ تمنى أن يرجع المسلم كافرا بعد إيمانه، حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وربنا عز وجل وصف الحاسد أنه شر، قال: ومن شر حاسد إذا حسد. أما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد. والنبي أيضا في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند والحديث صحيح عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، أي أن الحسد مرض كان في الأمم السابقة، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. تخيل، تخيل أيها المشاهد الكريم أن الحسد يحلق الدين، وهذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحسد موجود في السلف، يقول معاوية رضي الله عنه، يقول: كل إنسان أقدر عليه إلا حاسد نعمة لا أقدر عليه، لأنه لا يرضى إلا بزوال النعمة، لا يرضى إلا بزوال النعمة. والحسن البصري رحمه الله يقول كلاما ماتعا، وكلامه يشبه كلام النبوة. الحسن يقول: يا ابن آدم، لما تحسد أخاك؟ إن كان المنعم قد أنعم عليه بنعمة لكرامته عليه، فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك، فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ إذا كان المنعم سبحانه وتعالى هو الذي أنعم، لست أنت المنعم على هذه النعمة حتى تتمنى زوال نعمتها عند الغير. إذا كان المنعم أنعم هذه النعمة على فلان لحبه له ولكرامته عليه، فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك، فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ وهنا الحسن بيّن لنا بيانا شافيا أن الأمر على قسمين، عطاء الله عز وجل للإنسان على قسمين، إما على سبيل الإنعام وإما على سبيل الاستدراج. إن كان على سبيل الإنعام فهذا كرم من الله عز وجل فلا تحسده، وإن كان على سبيل الاستدراج فنسأل الله السلامة والعافية. قارون أعطاه الله عز وجل المال على سبيل الاستدراج. يعني فضيلة الشيخ، الحسد حالق ينهي على الحسنات، تمام، يزيله، يزيل الحسنات كما يزال الشعر، يعني خطير. يعني الإنسان يقعد يصلي 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 يصلي، وبعدين بسبب الحسد انتهى موضوعه كله. لا، الصلاة لها شروط لقبولها. طيب بعد إذنك معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يسلمك، ممكن أشارك معايا حضرتك؟ تفضل. هو دلوقتي لو في واحد بيحسد وتجنبته ما كلموش وماليش اختلاط بيه، أفضل عليا وزن؟ لو واحد بيحسد وانت مالكش اختلاط به، لا يعني في العيلة وانا حاسس ان هو انسان مش بيحب النعم على الناس، ممكن ما دخلوش بيتي وممكن ما كلموش عليا وزن؟ ممكن تنعزل عنه يعني. طيب ان شاء الله هيجيب عليك الشيخ السيد البردين ان شاء الله. شيخ سيد، الحسد حالق ينهي على الحسنات، يعني نسأل الله أنه يعافينا من الحسد وأضراره. فضيلة الشيخ أيمن، الحسد وقصص الحسد، هل في قصة في واقعة حصلت قدامك شفتها، قصة عن النبي عن السلف في الحسد؟ احنا كده احنا محتاجين حلقات يا شيخ أحمد. إن شاء الله هنعمل حلقات متعددة بسبب الحسد. بداية الخليقة أو الخلق هي أول قضية، أول مرض وأول قضية حدثت على الأرض بين قابيل وهابيل بسبب الحسد. بسبب الحسد. هابيل، قابيل حسد أخيه هابيل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه أمر سيدنا آدم إن إيه، كان قابيل معاه أخت في بطن واحدة وهابيل كذلك. فكانت اختي قابيل جميله، مين اللي هيتزوجها؟ هابيل. فحسد اخوه، الحسد ادى الى ايه؟ القتل. قتله، حسد اخوه على النعمه اللي هو فيها. وكل بقى الازمنه كده، حتى في عهد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قصه بين عامر بن ربيعه
وسهيل بن حنيف، الاثنين صحابيين جم، اثنين صحاب. عامر دخل على سهل، سهل كان بيغتسل، فاول لما رآه قال: ما رأيت جلدا انعم او ابيض من جلدك. ده جلدك جميل، ايه ده، انا اول مره اشوف جلد كده. في ساعتها راح سهل سقط، اغشي عليه، اغمى عليه، شالوه حملوه كده على الايادي او على الاعناق، لا حول به ولا قوه، مفيش غير نفس خارج وطالع. وصل الموضوع لمين؟ لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جه، ماذا حدث؟ قالوا ان عامر قال كذا وكذا، يعني قال الكلمات بتاعته. شوف سيدنا محمد قال: علام يقتل احدكم اخاه. ده انت كلمه واحده ممكن تقتل بها اخوك المسلم، تخيل. عارف يعني ايه كلمه واحده؟ شوف كلمه، انت جلدك جميل قوي كده ليه؟ ايه الحلاوه دي؟ وقعته. طب طب على طول في ساعتها، يعني ممكن يقول، واحنا ده موضوعنا لسه ان شاء الله جاي، موضوع يعني العين تدخل صاحبها القبر وتدخل الجمل القدر، بتموت. فحسده على طول، ما اتشال على الاعناق، شالوه كده وحط لا حول به ولا قوه. راح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: علام يقتل احدكم اخاه، الا باركت له؟ يعني مش كنت تقول ما شاء الله تبارك الله الاول وبعد كده قول له؟ واخد بالك؟ عشان الحسد، لان الحسد يا شيخ احمد ممكن اي حد يقع فيه. خلي بالك، في محسود، في حاسد، وده معروف، زي ما الاخ بيتصل معروف ان ده حاسد معروف، لكن في حسد، انت ممكن تحسد ابنك، الام ممكن تحسد بنتها، الاخ يحسد اخوه بدون ما يشعر، انت ممكن تحسد نفسك يا شيخ احمد. تخيل، انا اعرف واحد كان بيقف قدام المرايه يقول ايه؟ انا الاسد اهو، قوه وما شاء الله، مفيش، ايام بسيطه مرض السكر والضغط، واصبح يعني لا حول به ولا قوه. يعني الانسان ممكن يحسد نفسه، يحسد نفسه. انت لازم تقول: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا باي واحد. صاحبك: تعال شوف الشقه دي يا احمد، انا جبت سياره جديده، تعالى شوفها كده. واول حاجه تقول: ما شاء الله تبارك الله، جميله حلوه قوي، ربنا يبارك لك فيها. فلازم نبتدي الاول ابارك لاخويا المسلم عشان امنع حجاب اللي انا ممكن احسده. فجماعه، ده الحسد، يعني بقول لك كل واحد معرض انه ممكن يحسد اخوه المسلم، ده غير الحاسد ذات نفسه اللي احنا، يعني الحاسد اصلا ممكن يكون اي انسان. ولذلك كان الصحابي كمان حسد صحابي زيه. في اطهر وانكى من الصحابه حسدوا بدون قصد. طب ايه الحل؟ ازاي انا اعالج نفسي من الحسد؟ ازاي ما اخليش نفسي احسن حد؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو الا باركت له، ليه ما قلتوش تبارك الله او ما شاء الله تبارك الله؟ هي دي اللي بتمنع، يعني الذكر بس، اقول ما شاء الله، لا قوه الا بالله، الله يفتح عليك، الله اكبر، كده دي لازم نتعلمها قفلت كلنا الباب. كلنا. طيب يا جماعه، الحل والله بسيط وسهل، اللي خايف من حسد انسان يقول بس الذكر: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ذكر بسيط ترد بيه الحسد. اذا انت خايف من انسان بيحسد، قول بس ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله اكبر، باذن الله يدفع عنك الحسد. فضيله الشيخ السيد البرديني، الحسد والغبطه، ايه الفرق بين ده وده؟ الاول في الفقره الماضيه الشيخ اكرمه الله في الحديث، الانسان لو هو خايف انه يحسد فلان، خايف يحسده، فبسرعه وبادر اقول ما شاء الله تبارك الله. انا اللي بقول خايف على نفسي احسده، اقول ما شاء الله تبارك الله، عشان لا يتسلل الحسد الى الاخر. يعني الحاسد، الحاسد اللي يقول ده، اللي يقول انت شفت حاجه جميله قدامك، سواء في بيتك او عند جارك او اي حاجه، اول ما تشوفه ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. انت اللي تقول ايه؟ المحسود ولا ما يقولش؟ المحسود لما يحسد ان شاء الله عز وجل هيرقي نفسه. وفي خطوات عمليه هناخدها في الحلقات القادمه، هنتكلم في حلقه عن اسباب الحسد، هنتكلم في حلقه عن طرق العلاج بالنسبه للحسد، وعن طرق الوقايه في علاقات قادمه ان شاء الله. حلقات ما نستعجلش ان شاء الله. الحسد والغبطه، الفرق بين الحسد والغبطة، ما الفرق بين الحسد والغبطة والحسد والبخل؟ الحسد يختلف
عن الغبطة. الحسد كما قال الإمام الجرجاني رحمه الله أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود. المشكلة أن الحاسد لو تمنى زوال النعمة ده حسد، الأخطر منه أن يتمنى زوال النعمة لتحصل إليه، لتأتي إليه، ده أعظم، قلبه في مرض أشد. فالحسد تمني زوال النعمة الحاسد إلى المحسود، يعني هو يتمنى المحسود ده تزول نعمته وترجع لمين؟ له نفسه. وقال ابن تيمية في تعريف جامع قال أن يكره الإنسان، ده الحسد، أن يكره الإنسان نعمة أنعم الله بها على غيره. الفرق بينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، حديث رواه ابن مسعود والحديث صحيح في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ده الغبطة، ده الايه؟ ده الغبطة، انك انت تحسد واحد ده مش حسد خالص، انت لا تتمنى زوال النعمة. لان الغبطة ان يتمنى العبد ما عند الغير من الخير ان يكون له مثله ولا يتمنى زوالها، ده الفرق. الحاسب يتمنى زوال النعمة، لكن الغبطة انك انت شفت واحد عنده نعمة جميلة تقول يا ربي ربنا يكرمه هذا الرجل ويبارك له في مراته في اولاده في ماله ويا رب كرمني ابا زيه، يبقى هو ما بيتمناش زوال النعمه. ده الفرق بين يعني الغبطه الفرق والحسد. بين الغبطه والحسد ان الحاسد يتمنى زوال النعمه تماما. تماما انا مش مهم تجيلي، بس المهم انها تمشي. الاخطر انه يتمنى تجيله بقى، والاخطر انه يتمنى انها تجيله. يعني انا مش عايز النعمه تزال من عندك وتجيلي انا، مرض اشد. ده الحسد. الغبطه اللي هي انا اتمنى النعمه زي ما حضرتك عندك نعمه، تمام، بس مش اتمنى ازولها من عندك وربنا يبارك له فيها. اما الفرق، فهناك فرق بين الحسد والبخل ايضا. قد يسأل سائل ما علاقة البخل بالحسد؟ هناك علاقة مشتركة بين البخل والحسد، الاثنين يشترك في أمر واحد هو منع الخير عن الغير، منع الخير والنعم عن الغير. البخيل تقول له عايزين نبني مسجد، عايزين نعطي فقراء، مريض في المستشفى، نعطف على يتيم، يمنع هذا الخير ولا يعطي لبخله لشحه. والحسد يتمنى زوال نعمة الغير، فالاثنين مشتركين في منع الخير عن الآخرين. وفي برضه فرق بين التنافس والحسد، لان في ناس ممكن تفهم وتخلط بين التنافس والحسد. هنرجع تاني لحضرتك فضيلة الشيخ. شيخ ايمن، الحالات بما ان حضرتك يعني بتعالج وليك في معالجة الاسحار، معالجة الحسد، معالجة ما الى ذلك، الامور دي كلها، عايزين نعرف هل مر بيك وانت بتعالج قبل كده حد محسود جاي لك يقول لك ارقيني او يقول لك انا بعاني من كذا كذا؟ عايزين نعرف اكتر من حضرتك. والله شيخ احمد ده في قصص كتير جدا، حالات كتير. اتذكر لك مره واحد اتصل عليا، انا عايزك تعيش معايا الموقف والشيخ سيد برضك وكل المشاهدين عشان الحسد يعرف قد ايه هو بيضر المحسود. اتصل عليا واحد، انت الشيخ فلاني؟ والله انا شفتك وسمعت عنك ولقيته بيبكي وبكاء يعني هستيري. طب بالراحه، طب اهدى بالراحه بس كده، وحد الله وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى رقيته بقى هدي. احكي لي مالك. قال لي يا عم الشيخ انا فكرت في الانتحار اكتر من مرات، مش مره ولا مرات، وقشاء القدر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ينجيني كده يعني بحكمته وقدرته من الانتحار. ليه يا عم ليه؟ قال لي يا عم الشيخ انا كان عندي لوادر حفرات، راجل مقاول كبير، قال لي عندي اموال عقارات وكانت الدنيا زي الفل والشغل حلو. قال لي مره واحده لقيت الدنيا بتقع، عمال ابيع في معدات، عمال ابيع في العقارات، الفلوس والسيوله اللي معايا وقفت، لحد بقيت مديون والناس بقت تطالبني وبقيت الدارة منها من خجل منهم. طبعا انا مهما احكي لك مش هعرف اوصل لك المعلومه، والراجل عمال يبكي. يا عم الشيخ ده ايه اللي بيحصل لي؟ انا بيحصل لي حاجات عجيبه في حياتي، زوجتي خلاص يكاد ان هي هطلقها، اولادي بقيتش طايق اكلمهم، بقيت انا عندي
نصف مخي كده توقف عن التفكير، ألم وجع اكتئاب، وصل بيه الحال انه فكر في الانتحار. الانتحار اعمل ايه؟ قلت له بس يا عم اهدى، ده موضوع سهل جدا وان شاء الله ربك كريم وهيعوضك وهتبقى زي الفل. اديته بس فتحت له باب الامل. الامل ده اهم شيء، لان المحسود ده تعبان قاسى وكان عنده عناء ابتلاء، لانه هو الذي ابتلاه هو الله، فلازم اشوف بقى العلاج. ما استسلمش. في ناس بتبقى ظروفها صعبه وغصب عنه هو تعب بعد ما كان فوق وعنده املاك، مفيش بقى مديون، اعمل ايه؟ قلت له بس انت اعمل 1 2 3. والله يا شيخ احمد بفضل الملك بعد 2 أو 3 لقيته بيرن عليا، اللهم لك الحمد، ابتسامه وسرور وسعاده. يا شيخ فاكر انا فلان الفلاني اللي كلمتك وقلت لك طب ايه، ما خير، بشرني. قال لي والله الشغل رجع والدنيا حلوت وخدت كام مشروع، خلوني رجعت وقعد فرحان وسعيد. كان محسود يا ربنا، كان محسود. يعني للدرجه دي الحسد ينهي على الانسان؟ يا شيخ احمد، يا اخي اقسم بالله، يعني انا مش عايز اقول لك الحالات عامله ازاي اللي تبقى جايه من الحسد. واحده كانت شاطره جدا، وواحد كان مجتهد جدا في دراسته وشاطر وجاب الدرجات النهائيه، بسبب حسد بقى مستواه قل لغايه ما بقى يجيب ملاحق ويرسب. بنتي كانت متفوقه، واحد كان عايش حياه هاديه جميله مع زوجه جميله مطيعه، بسبب الحسد وصلوا للطلاق. سبب الحسد، بعد ما البيت كان فيه هدوء وسكينه وطمانينه وحب. للدرجات يا مولانا الحسد صعب كده؟ بيدمر بيوت، بيدمر 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 يا شيخ. اسال الله ان يعافينا وان يعني يعافي كل مبتلى يا رب من الحسد. يا رب زي ما حضراتكم عارفين يعني الحسد خطير جدا. الانسان المحسود يعني يحاول ان هو يحافظ على نفسه، يحاول ان هو ما يقولش النعم اللي عنده لاي انسان. انت اذكر نعمك لكن للي بتثق فيه، الانسان الموثوق بس، مش اي حد تقول له انت ربنا انعم عليك بكذا وكذا وكذا. كمان الانسان، طيب معانا اتصال هاتفي. استاذ جمال، الو اتفضلي. الو، عامل ايه حضرتك؟ اتفضل يا فندم. عامل ايه؟ الو، طيب يا جماعه حضرتك. معانا اتصال يا جماعه، اتفضل. طيب نكمل. يعني الحسد مرض خطير يا جماعه. الانسان اللي بيحسد يحافظ على نفسه. الحسد حاجه مش بتاعتك، حاجه موضوعه فيك. طيب انت تحافظ على نفسك ازاي؟ تحافظ على نفسك بانك تقول الذكر اللي المشايخ اتفضلوا قالوا عنه، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ادفع الحسد اللي انت بتعمله بالذكر لا قوة إلا بالله، الله أكبر. تشوف الحاجة الجميلة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن شاء الله المرض ينتهي بإذن الله. فضيلة الشيخ السيد، إزاي بيتطرق الحسد للقلب؟ إزاي الحسد يدخل في القلب؟ الحاسد قد يرى نعمة أنعم الله بها على أحد خلقه وهو فقير. إنسان ماشي في الشارع راكب عجلة، ليه واحد راكب عربية آخر موديل 2020، فهو ماشي فشايف العجلة بتاعته الكاوتش بتاعها مقطع، وآخر أمنيته إنه يركب كاوتش للعجلة بتاعته، فيمر عليه ليه العربية آخر موديل، فهو يروح يفكر. طيب يفكر أنا ليه كده وهو ليه كده، يبدأ يحاول يشعر بالنقص. إذا كان هو قلبه مليء بالإيمان كما قال ربنا عز وجل
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم خالي من الأمراض، مش فيه مرض حسد. إذا كان قلبه طاهر هيعرف أن المنعم هو الله عز وجل، والمنعم ما أنعم بهذه النعمة على غيره إلا لحكمة. الله عز وجل سمى نفسه بالحكيم، وضع الشيء في موضعه. هو لو مؤمن هيعرف أن هذه النعمة التي أنعم الله بها على غيره بحكمة، فلن يتطرق الحسد إلى قلبه. لكن قلبه مريض في حسد، إيه اللي بيحصل؟ يقول لك أول حاجة أنا ليه مش بقى عندي عربية زي كده، وبعدين يبدأ يسعى أن ينال مثل هذه النعمة، يبدأ يدور إزاي يبقى عنده عربية. إذا أيس من حصول هذه النعمة إليه يتطرق الحسد إلى قلبي فيتمنى زوالها. وصلت؟ يبقى هو فقير، شاف إنسان ربنا أنعم عليه بنعمة تمناها مش قادر عليها، شعر بالنقص. هنا طالما مش حصلت له، بقى عنده عربية زي فلان أو عنده بيت أو عنده سيارة، هنا يتطرق الحسد إلى قلبي ويتمنى زوال هذه النعمة. إيه الترمومتر، المقياس المهم لكل المشاهدين ياخدوا بالهم منه؟ إيه المقياس، إيه الترمومتر اللي تعرف فيه قلبك فيه حسد ولا لأ؟ أولا، إذا أنعم الله على جارك بنعمة أو أنعم على أخيك بنعمة، جارك أو أخوك ربنا أداله نعمة، برك في زوجته، برك في أولاده، كيف تجد قلبك؟ طيب معنا اتصال هاتفي. ماشي، تفضل أم ملك، اتفضلي. أم ملك، صباح النور يا فندم، حضرتك على الهوا، ممكن أكلم؟ اتفضلي، بس يا ريت تعلي صوتك شوية. بعيد عن التلفزيون، أنا داخل الموبايل بعيد عن التلفزيون. ألو. أيوة يا فندم، اتفضلي. اتفضلي يا فندم، اتكلمي من الموبايل مش من التلفزيون. يا ريت لو انت قدام التلفزيون ممكن تبعد شويه. طيب كمل فضيلة الشيخ. الترمومتر المقياس اللي انا اقدر اقيس بيه ان قلبي فيه حسد ولا ايه، اذا ربنا انعم على جاري او على اخي بنعمه، ربنا كرم ولده جاب 98 في 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 الثانويه، او زوجه صالحه، او ولد او ما شابه ذلك. اذا انعم الله على جاري او على اخي او صديقي بنعمه، كيف أجد قلبي؟ إن غضب القلب ولم يرضى ولم يفرح بالنعمة التي أنعم الله بها على جاري أو على غيري، فاعلم أن في قلبي حسد. في المقابل، إذا أصيب جاري بمصيبة، كيف تجد قلبي؟ أجد قلبي يفرح لهذه المصيبة، إذن في قلبي حسد. إذن أنت إذا فرحت بالنعمة اللي ربنا أنعم عليها بها على الجار، قلبك مش في حسد. إذا أنت زعلت اللي ربنا أنعم عليه يبقى قلبك في حسد، يعني أصيب بمصيبة وأنت فرحت ليها يبقى قلبك في حسد. يعني إذا أنا سررت بالمصيبة اللي نزلت بالإنسان المنعم عليه، إذا في حسد. تمام، قلبي طيب في حسد. معنا اتصال هاتفي، أستاذ أحمد اتفضل. أيوة، اتفضل أستاذ أحمد. ألو. طب الاتصال اتقطع. يعني الحسد مرض خطير. طبعا. الإنسان إذا وجد في نفسه حرقة، وجد في نفسه ألم، مشقة، لما يلاقي أو يسمع عن نعمة نزلت بإنسان، يبقى كده أنت عندك حسد. لازم تعالج نفسك، تقول الأذكار دايما. وإذا النعمة نزلت بإنسان وزالت وأنا فرحت لزوال النعمة، إذا في حسد، يبقى أعالج نفسي. لا، لو أنا فرحت بزوال النعمة اللي عنده، عنده نعمة موجودة وأنا زعلت، يبقى في قلبي حسد. عنده مصيبة وأنا اتضايقت فرحان لمصيبته، يبقى قلبي في حسد. فضيلة الشيخ أيمن، عايزين نشتاق وعايزين نسمع أكتر عن قصص الحسد والحساد والمحسودين. يا شيخ أحمد، أسأل الله أن يعافي كل مبتلى. يا رب. أمي من أمهاتنا حافظة لكتاب الله، ركز معايا، ما شاء الله، تحفظ كتاب الله عن ظهر. معنا اتصال هاتفي، الدكتور سلوى اتفضلي. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا فندم. دكتورة سلوى من المنيا. اتفضلي يا دكتور. أهلا يا فندم.
حضرتك انا يعني طول حياتي وانا معرضه لسحر واعمال والكلام دوتي واسحار كمان والعياذ بالله سفليه دمرتني في حياتي، وطلقت من جوزي بعد رغم كنا سعداء، وبعد كده ارتبطت بشخص تاني، وبعد كده بناتي طبعا كل ما يتقدم لهم مثلا واحده اتجوزت الحمد لله دكتوره. انا يعني سبب طلاقي ان ابو بناتي كان معترض، يعني استغفر الله العظيم على خلفه البنات، كانوا 5 بنات يعني. فاتجوز المهم باخرى وخلف ولد، وانا كفحت لغايه ما علمت البنات دول، 3 منهم اطباء. تمام. الحمد لله يعني. بس حضرتك الثانيه بنتي الثانيه برضو اتجوزت، عملت خلع بعد سنه ونفسيتها تعبانه وعياط على طول، واول ما يجي اي عريس او كده تبص لجهه تتضايق. وبعد كده انا بالنسبه لي انا طبعا كنت بكلم شيخ، يعني قال لي فعلا انت معمول لك سحر واعمال سفليه والكلام ده، وفعلا بدا ان هو ايه يعني يعمل لي، بس طبعا انا ما كنتش برتقي بيه، بس يبعت لي مثلا حاجه اعملها مثلا رش او بخور او الكلام ده. فعلا لقيت الحمد لله بدات ان انا حياتي تبقى احسن. بس انا بقى الوقت حاليا بدات ان انا ايه الشيخ ده اي حاجه استغفر الله العظيم ماشي، بقول يا رب الحاجات دي موجوده في القران، ان انا ابعت له مثلا رساله خلي بالك انا ظروفي كذا كذا كذا، انا تعبانه نفسيا كذا كذا، في حاجه مضايقاني كذا كذا. ابص الاقيه فعلا بعد يومين حاله عدم. فانا يعني واحده زميلتي قالت لي لا ده انت كده استغفر الله العظيم كانك هتشرك بربنا، حاولي ان انت. انا قلت لها انا بصلي واصوم الحمد لله وايام ذي الحجه وكله، بس برضه بحس وانا على المصليه ان انا تعبانه، وكنت بتعالج برضه حضرتك نفسي، خدت ادويه اكتئاب كثيره، ببكي باستمرار مثلا، بتخانق باستمرار. بس بمجرد ما اكلم الشيخ دواتي ابص الاقي نفسي اموري اتعدلت الحمد لله مع اي حد. تمام. انا الموضوع ده مضايقني، انا خايفه اكون كده استغفر الله العظيم مشرك بربنا، لان انا يعني في واحده عملت لي عمل ضرتي وكده، وبعدين بعد عرفت من الناس ان انا بعد 10 ايام هتطلق مثلا، انا ارتبطت بشخص تاني يعني. بس طبعا انا مش سايبه بناتي، بس عشان هو كان معايا مشاركني على العمل على الشغل وكده. تمام. ومش عايش معايا، عايش مع الزوجه دي، بس ان حب يجي كده بس بعيد عن بناتي لوحديهم يعني. مع والدتهم شويه ومعايا انا شويه. تمام. بس حضرتك فطبعا عملت لي سحر، قالت ده هيطلقها بعد 10 ايام، فعلا بعد 10 ايام طلقني. بمجرد ما انا اتصلت بالشيخ ده قال لي خلال شهرين هيرجع لك، فعلا خلال شهرين جه والكلام ده من ساعتها. طيب وانا طيب ان شاء الله هيتواصل مع حضرتك بعد الحلقه، تواصلي مع فضيله الشيخ ايمن المصري يقدر يعني يفيدك كتير في الموضوع دوت، لان هو ده مجاله. حضرتك رقم التليفون الخاص بيه موجود على الشاشه، تقدري تتواصلي مع فضيله الشيخ ايمن بعد الحلقه ان شاء الله. فضيله الشيخ، الحسد والحسد. الام ديت كانت محفظه للقران وهي تحفظ كتاب الله. القصه بدات ازاي؟ دي الام دي كانت عندها ما يقرب مثلا من 62 سنه. 62 سنه كبيره في السن. ولكن انا ما سمعت طبعا هي منتقبه، ان هي يعني اللي يشوفها ما يدهاش سنها. ممكن يقول مثلا 30 35. معلش ممكن ناخد اتصال هاتفي يا فندم الشيخ. الاستاذ رجب اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. تحياتي للشيخ ايمن وتحياتي لفضيله الشيخ. اتفضل. وتحياتي لفريق الاداره يا فندم. اتفضل يا فندم. بالنسبه عاوز اتكلم بسوء حالتين يا فندم، بالنسبه للساحر ممكن يتلافى فلوس وذهب. الساحر ممكن ايه؟ يتلافى مثلا فلوس وذهب، يعني على واحد جدال وسكر واحد ساحر يسحر مثلا الفلوس ياخدها والذهب. واحد يسحر الفلوس والاموال والذهب؟ لا يعني الجن اللي هو بيبعته الدجال. تمام. ممكن يتلافى فلوس مثلا ويتلافى ذهب مثلا. طيب فضيلة الشيخ، وبالنسبة للحسد برضه، يعني أنا في واحد كل ما بشوفه بتشائم ونفس الحركة تحصل لي هي برضه. طيب فضيلة الشيخ أيمن، رقم التليفون الخاص بيه موجود على الشاشة، تقدر تتواصل معاه بعد الحلقة إن شاء الله. نوه بس الناس بيتصلوا بالاسماء. يا جماعه الناس اللي بيتصلوا على التليفونات الخاصه، في تليفونات خاصه موجوده على الشاشه وتليفونات الخاصه بالبرنامج نفسه، فيا ريت التليفونات الخاصه تتواصلوا بيها بعد الحلقه، اما التليفونات الخاصه بالبرنامج فهي المتاحه حاليا تقدروا تتواصلوا من خلالها.
المهم يا شيخ احمد، الام ديت حافظه لكتاب الله كما قلنا ومنتقبه، فراحت تزور واحده صاحبتها كانت بقى لها فتره ما بتشوفهاش، كانت بتحفظ معاهم يعني انقطعت، وقالت راح ايه ازورها زياره لله، كانت بقى لها مثلا ايه 8 سنين ما شافتهاش حاجه زي كده. راحت ليها اول ما دخلت طبعا راحت رفع النقاب، صاحبتها دي اول ما شفتها قالت لها ياه هو انت لسه صغيره زي ما انت، ما بيبانش عليك الكبر خالص. بتقول لي والله يا شيخ ايمن مسافه ما دخلت تعمل كوبايه الشاي ورجعت يا شيخ سيد الا بتقول مغص بيقطع في بطني، سبحان الله، مغص رهيب يعني تكاد ان هي يعني تصرخ. فقالت ايه، قالت لها يعني معلش حصل يعني ايه حصل ظرف كده طارئ، وهي ما تتحمل الالم وراحت مشي. طب الشاي، طب اقعد، قالت لها معلش مش، راحت ماشيه. على ما روحت البيت يا شيخ سيد كانت بتقيء دم، الله اكبر الله اكبر، مغص رهيب مش قادره، لا تستطيع الحركه، بقت اصبحت جثه هامده. اخواتها خدوها وشالوها وحملوها للطبيب، اعمل تحاليل اعمل فحوصات مفيش سبب، يشوف كل الاجهزه زي الفل، حاجه عجيبه. لكن كل شويه تشرب شط ميه تروح مرجعه دم، الم رهيب. فبتقول لي لما عملنا التحاليل او عملنا الفحوصات والاشعه والتحاليل ادركت. استاذه ولاء بعد اذن حضرتك، استاذه ولاء من اسوان اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت معايا اختي كل ما يجي لها عريس فالحوار ما يتمش. نعم. مش عارفين من ايه، رحنا للشيخ وكده قال ان في حد عامل لك عمل. تمام. طيب مع حضرتك رقم التليفون الخاص بالشيخ ايمن تقدر تتواصل من خلاله بعد البرنامج، لان بس وقت الحلقه اوشك على الانتهاء، تقدر تتواصل مع الشيخ ايمن بعد الحلقه. اتفضل يا فندم. المهم يا شيخ احمد بعد ما هي التحاليل سليمه مفيش حاجه واخواتها يعني في استغراب، هي بتقول انا ادركت يقينا من جوايا ان ده بسبب الاخت اللي انا كنت عندها، وهي لا تقصد، شوف كلمات بس، والاثنين حفظ لكتاب الله، سبحان الله. تخيل الموضوع عامل ازاي، يعني الصحابه حسن هو لا يقصد بالفعل. فانا لازم دايما ابارك لاخويا ما شاء الله تبارك الله الاول عشان ما احسدوش. الشاهد قالت انا ادركت من جوايا ان انا محسوده، قالت لاخواتها شيلوني وروحوني بس البيت، مش قادره، مفيش حركه، مفيش غير نفس خارج وداخل. بتقول روحت البيت بتقول والله ما جثه هامده، قالت لهم وضوني، وضوها مش قادره اتحرك، قالت لهم بقى يعني بالاشارات كده سيبوني. قالت اشتغلت ذكر ورقيه، حديث طبعا هنبين هنعمل ايه لما الواحد يتحسد، قالت وفضلت شغاله قران ما حافظه لكتاب الله، يقول قالت لي يعني بعض ساعات وابتديت اقدر اقوم، صلت ودعت ودعاء وفي اذكار، بتقول يومين ثلاثه بفضل الله رجعت كما كنت. يعني بسبب الحسد اصبحت جثه هامده. تخيل بقى دي لو مش عارفه تتعامل ازاي مع الحسد. فعلا فضيله الشيخ، كان في حد كلمني عن حاجه زي كده، واحده زي ما حضرتك بتقول حافظه للقران وما شاء الله على مستوى عالي وانسانه ملتزمه جدا، وكانت عارفه انها بتحسد لدرجه انها تبص للانسانه او تبص للشيء وتداري وشها وتقول الله اكبر وهي مداريه وشها، وتذكر الله وتقول ابعدوا الشيء ده عني علشان ما يحصلوش مشاكل، ما يحصلوش اضرار. لا اله الا الله. يعني هي عارفه يعني. يا جماعه الانسان اللي بيحسد يحاول ان هو يبتعد شويه عن الاشياء المنعمه على الناس، ويحاول ان هو يلتزم الاذكار، الذكر هو الدواء الامراض. قال تعالى يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يجب على الإنسان أنه هو يحافظ على نفسه، يجب على الإنسان أنه هو يعني يذكر ربنا علشان يدرأ هذه المفازن. فضيلة الشيخ يعني في عجالة سريعة، كان في حد اتكلم عن اعتزال الحاسد، هل ممكن أو يجوز أن أنا أعتزل الحاسد؟ اعتزال الحاسد
هيعمل مشاكل. انت على قد ما تقدر يعني خليك حريص. ممكن يكون الحاسد ده اخوك، ممكن اختك، ممكن يكون والدك، فانت خليك حريص ودايما انت بتتكلم بالاذكار. فيك حاجه عايز ابينها مهمه في الموضوع، ان النعم اللي انعم الله عز وجل بها على الناس، ما فهمش الناس ان النعم دي دايما على سبيل الرضا. ممكن تكون نعمة على سبيل الاستدراج، مش فلان ربنا انعم بنعمه يبقى انا عايز ابقى زي، وممكن يكون على سبيل الاستدراج بالنعم زي ما حصل مع قارون، كان على سبيل الاستدراج بالنعم وليس على سبيل الانعام. تعرف ازاي؟ ايه الترمومتر تعرف يقيس الكلام ده ازاي؟ اذا انعم الله عليك بنعمه وانت مقيم على طاعه الله فهي على سبيل الانعام والاكرام، واذا انعم الله عليك بنعمه وانت مقيم على معصيه الله فاعلم انها على سبيل الاستدراج والنعم. اضافه لفضيله الشيخ ايمن، قصه جميله خالص، ملك من الملوك سريعا كده، بعجاله اسمه مهمه يعني تخدم على الموضوع، تخدم عليه. ملك من الملوك كان شان الملوك دايما يجيب جنبه جليس ينصحه، ففي جليس للملك كان بيقعد جنبه، كان شغلانته ايه؟ يقعد جنب الملك ويقول له ايه؟ كل يوم الصبح احسن الى المحسن باحسان وتكفي المسيء ساءته. ففي واحد قلبه مريض، وزير ما يقدرش يقعد جنب الملك كل يوم، ما وصلش للمرحله دي، فقلبه تحرك وزعل، ازاي الراجل العادي يقعد جنب الملك كل يوم جنبه؟ فتحرك قلبه وتغير، فقال انا عايز ابعده عنه. فراح للملك بالليل كده، قال للملك الراجل اللي قاعد جنبك ده بيتكلم في حقك، بيقول للناس انك ابخر الفم، يعني ريحه بقك وحشه، فالناس بيبعد ناس عنك. فبيقول له خلاص ماشي. تاني يوم الصبح لما جه الملك قال عامل له اختبار، فنادى على الجليس قال له تعالى ما اكلمك في ودنه كده. فراح جاي الرجل الصالح وضع يده على فمي وانفه، فالملك تمام كده يبقى كلام الوزير صح، فكتب اليه صله جواب كده، وكان لا يكتب بخط الا الكلام المهم، وقال هذه رساله اذهب بها الى فلان. ذهب بها الى من؟ الى الجلاد. وهو ماشي في الطريق قبل ما يوصل الجلاد قابله مين؟ الوزير. قال له رايح فين؟ قال والله الملك اداني صله، يعني هديه حاجه جميله. قال له ما تديها لي. حتى الحسد فين؟ اديها لي انا عايزها، اديها لي. قال له اتفضل خدها. خد الوزير الحاسد هذه الصله الجواب المقفول، وراح للجلاد قال له خد اقرا الملك بعت لك دي. هل قرات؟ قال لا ما اقدرش افتحه. فقال ان الملك امرني ان اذبح واقتل حامل هذه الرساله، فقتله على الفور، وقال اوصاني بها ان اسلخ جلده وارسله واجعل فيه تبنا اكرمكم الله وارسله الي غدا. تمام لحظه بقى حته صغيره. تاني يوم الصبح ليه الملك قاعد على الكرسي بتاعه، ليه الراجل الصالح الجليس داخل عليه بيقول له السلام عليكم، اللي المفروض انه مات امبارح، وبقول له قاعد جلس بجواري وقال احسن الى المحسن باحسان وتكفي المسيء ساءته. قال انت اللي جابك؟ ايه اللي حصل؟ انت جيت ازاي؟ انت بعت لك؟ والله الوزير قابلني في الطريق وقال لي عايز اديتها له. امال ايه اللي حصل؟ ايه انت بتقول عني ان ابخر الفم؟ قال له لا، ده الوزير امبارح عزمني على بالليل على العشاء وصمم انه يطعمني اكل فيه توم وبصل، فلما ناديتني ايها الملك فانا خفت اذيك بالايه؟ بريحه التوم والبصل، فحطيت ايدي على فمي حتى لا تؤذى. يبقى الحسد قتل من؟ قتل صاحبه. الشيخ ايمن 30 ثانيه مع حضرتك. رساله لكل حاسد، اتق الله، اتق الله، بلاش يعني تجعل من حسدك ألما للناس. خلصت حلقتنا مع حضراتكم. إن شاء الله تواصلوا مع فضيلة الشيخ أيمن المصري على التلفون الخاص، فضيلة الشيخ سيد البرديني التلفون الخاص، بعد الحلقة على الفيسبوك على اليوتيوب، إن شاء الله يتواصلوا معاكم ويتم الرد في أسرع وقت. خلصت الحلقة، إن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونكمل موضوعنا في أزمة أخلاق في التاسعة صباحا هذا، وبالله التوفيق.